أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت بمراكش أن تعيين الوالي الجديد على جهة مراكش أسفي يندرج في سياق المجهودات المتواصلة من أجل تمكين هذه الجهة من كفاءات وطنية قادرة على تثمين مقوماتها. وأوضح وزير الداخلية في كلمة ألقاها خلال حفل تنصيب السيد كريم قاسي الحلو أن هذا التعيين يأتي في سياق الحرص على تمكين هذه الجهة من كفاءات وطنية قادرة على تثمين مقوماتها بما يكرس دورها كواجهة لمغرب الحداثة. وبهذه المناسبة دعا وزير الداخلية والي الجهة وكافة الفاعلين الترابيين إلى الحرص على جعل المجهودات والإمكانيات المرصودة في مجال تحفيز الاستثمار وتوفير فرص الشغل وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية تستهدف فئة الشباب التي يخصها صاحب الجلالة الملك محمد السادس دائما بكامل اهتمامه ورعايته السامية، مشيرا إلى أنه لا يمكن لمبادرات التنمية والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة أن تحقق أهدافها إلا بمساعدة الشباب المغربي وإبداعاته واستثمار طاقاته.